هو مفترس وفريد لكنه يعتبر أقل خطورة من النمور، بس مع هيك هو من أمهر الحيوانات بصيد الفرائس وقتلها. الفهد مخادع وذكي وبيعتمد بصيده على أرجله الطويلة وعموده الفقري الممدود باستخدام قوته البصرية لرصد مكان فريسته. من تنشو كيف عم يكون الطقس؟ عم تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع بقاء على معدلاتها بحوالي درجة 3 درجات مئوية لمثل هالفترة من السنة، والجو غائم جزئيا لغائم أحيانا. ليلا عم يبقى الجو بارد وعم يحذر من تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر. أما عن الرياح فعم تكون شمالية لشمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة 40 كم بالساعة بالمناطق الشرقية والوسطى وأيضا الساحلية. بالنسبة للرطوبة عم تراوح بين 45 و 75%، أما عند البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 22 درجة. مثل الطقس العاصمة دمشق يلي عم تكون الأجواء فيها سدمة وعم تسجل عليا فيها 13 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ مثل العادة أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية يلي عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا. بسويدا عم تسجل 15 سدمة، بدرعا والقنيطرة وعم تسجل بدرعا 16، أما بالقنيطرة عم تروح بين 3 و 15 درجة. رح كفي هلأ بجولتي على المنطقة الشمال، على المنطقة الوسطى، على حمص وحما يلي عم تكون الأجواء فيها سدمة وعم تسجل عليا بحمص 14، أما بحما عم تروح بين 2 و 14 درجة. نحكي فيها على المنطقة الساحلية على طرطوس اللاذقية ولواء اسكندرون، فعم تكون الأجواء مشمسة عم تسجل بطرطوس 18، باللاذقية 19، وعم تراوح بين لواء اسكندرون بال 4 و 13 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب وحلب عم تسجل الحرارة العليا، بحلب عم تسجل فيها 12 درجة والطقس مشمس، أما عن إدلب عم تراوح بين 5 و 15 درجة. أخيرا رح أختم جولتي مثل العادة بالمنطقة الشرقية رقة، الحسكة ودير الزور. الأجواء عم تكون بالرقة مشمسة عم تسجل 14، غائمة جزئيا بالحسكة وعم تسجل 13، وصحو بدير الزور وعم تتراوح بين درجتين و16 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.